يلا النهارده هنكمل شابتر 2. احنا بدانا في شابتر 1 اتكلمنا فيه على راجع على السيس 500. شابتر 2 دخلنا في كل الالجبرا واتكلمنا على الفيلمز والبوستريتس بتاعتها المسلمات والنظريات المثبته والقوانين يعني اللي هي الكوميونتي والديستريبيت والاسوشيتيف والسبونسرز فيلم وديماركت وايه تاني؟ كوميونيكيشن ميموريزيشن كل الثيمز بتاعتها كان احسن ستيبل وقتنا احنا عندنا لوجيك فانكشن او بوليان فانكشن بيبقى فيها بوليان فاريبلز البوليان فاريبلز دي كل فاريبل بياخد فاليوز زي 1 بنعمل ترو ستيبل بكومبينيشنز مختلفه بتاعت الفاريبلز لو انا عندي 3 فاريبلز بيبقى عندي 8 تيبل في 8 كومبينيشن ولو عندي 4 هيبقى عندي تيبل في 16 كومبينيشن الترو ستيبل ده اللي بقى يونيك بمعنى ان هو بقى واحد الفانكشن كلها لكن السمبل لكن الجبرا بتبقى مختلفه اللي بيقول الجبر اكسبريشن اللي بيعبر اكسبريس الفانكشن البوليان او اللوجيك فانكشن دي بيكون مختلف ممكن يكون معمول سمبليفيكيشن يعني في الصوره الاساسيه بتاعته في الصوره سمبليفايد صوره سمبليفايد بتبقى سمبليفايد معمول لها سمبليفيكيشن بالثيرمز وبالسوليتس بتاعت مين؟ بتاعت البوليان الجبر. فبالتالي واللوجيك دايجرام اللي هو الدايجرام اللي هنرسم فيه البوليان فانكشن او اللوجيك فانكشن اللي هو بنرسم الجيتس بتاعتنا للاند والفور والنط برضه الرسم بتاع اللوجيك دايجرامز بيكون مختلف الوحيد يكون واحد بس ما بيختلفش هو الترو ستيبل ترو ستيبل اما الالجيريك اكسبريشن و اللوجيك دايجرام بيختلفوا باختلاف السمبليفيكيشن اللي انت بتستخدمه. النهارده هنكمل الكلام بتاعنا عن كانونيكال فورمز. الكانونيكال فورمز دي البوليان فانكشن او اللوجيك فانكشن. هنتكلم عن مين تيرم والماكس تيرم السم اوف مين تيرمز البرودكت في ماكس تيرمز الريبريزنتيشن از كومبلمنتس اوف فانكشنز والكونفرجنت بين ريبريزنتيشنز. الشابتر ده كان فيه شويه صعوبه شويه موضوع سيمبليفيكيشن بالالجبرا ثيرمز والبوستوليتس لكن الشابتر الجاي المال هيبقى سهل جدا الموضوع سهل جدا بتاع السيمبليفيكيشن ده بس انت مطلوب منك تتعلم سيمبليفيكيشن باستخدام الالجبرا والسيمبليفيكيشن باستخدام المال المال هتلاقيها سهل لكن لما تطلب منك سيمبليفيكيشن باستخدام الالجبرا ما تقدرش تعمل المال بعد كده تيجي تعمله تقول هي دي الريزلت لا تعمله بالالجبرا بالقوانين بتاعت الالجبرا اللي هي اللي خدناها المحاضره اللي فاتت ال 10 قوانين. بالنسبه عندنا هنا مين تيرمز يعني ايه مين تيرمز؟ انا لما يكون عندي تو ستيبلز ده في تو فاريبلز عندي لوجيك فانكشن زي دي فيها تو فاريبلز اكس اند واي كل فاريبل ياخد تو ستيتس 0 و 1 ياخد تو فاليوز في الحاله دي عندي اربعه روز او اربعه كومبينيشنز من الانبوتس 0 0 0 1 1 0 1 1 طيب الله عز ايه؟ الله عز ان الترم ده الواحد والترم ده اللي هو 1 1 لو انا بعمل اندنج ما بينهم هيكون اسمه ايه؟ اكس واي الترم ده لو بعمل اند لو انا بجيب اند للنتيجه دي يبقى 1 1 الاند بتاعها كام؟ 1 لكن الباقي كله كام؟ صفر بصفار يبقى الترم ده مش هيبقى واحد الا امتى؟ لما يكون الاثنين واحد لما يكون الاثنين واحد لما يكون الاثنين واحد طيب الترم اللي هو الترم اللي فوق على طول امتى يكون لو انا بعمل اندنج امتى يكون واحد؟ لو الواي برايم لو الاكس واحد والواي واحد بس انا عندي هنا الواي بايه؟ عشان تبقى واحد تبقى واي ايه؟ برايم واي برايم عشان كده الترم ده بنسميه اكس واي برايم الترم ده بنسميه اكس واي كذلك هو نفس بيت الترمات الترم ده عشان يبقى واحد هو معمول الاند لازم الترم كله واحد بس انا عندي هنا الاكس بزيرو والواي بزيرو ففي الحاله دي يبقى هو اكس برايم واي برايم هو اللي تخلي الترم ده واحد ف الاند هنا بنسميه الاند بتاع الترمات بنسميه المين تيرم الاند بتاع الترمات بنسميه المين تيرم يبقى المين تيرم عندي
لو انا عندي 2 فاريبلز يبقى عندي 4 من تيرمز، لو عندي 3 فاريبلز يبقى عندي 8 من تيرمز. تمام؟ والمين تيرم بيكون واحد. احنا بناخد ليه هو خد الشكل ده اكس برايم واي برايم، او ده خد اكس برايم واي، او ده خد اكس واي برايم؟ لانه هو الترم ده لو انا بعمل اندنج للفاريبلز، الترم ده بقى المين تيرم معناها الاند بتاع الفاريبلز. لو بعمل اندنج للفاريبلز، الفاريبلز الترم ده عمره هيبقى واحد غير لما تكون الحاله ان اكس برايم واي برايم هو 0 0، يبقى لا تبقى واحد وواحد. برايم ده برايم او كومبلمنت ده الموجود عليه، فده بنسميه المين تيرم. عشان المين تيرم هناخد حاجه اسمها الماكس تيرم اللي هو العكس او الكومبلمنت بتاع المين تيرم. لو انا بعمل اورنج للترمات دي، بعمل اورنج للترمات دي للفاريبلز دي قصدي الفاريبلز، بعمل اورنج للفاريبلز الاكس والواي، الماكس تيرم هو ايه؟ الماكس تيرم هو الترم اللي بياخد زيرو. المين تيرم هو الترم اللي بياخد واحد. المين تيرم هو الترم بياخد واحد، الماكس تيرم هو الترم بياخد زيرو. فانا هنا عندي اكس اور واي، امتى تكون زيرو؟ لما تكون بصفر بصفر، صح؟ لما تكون بصفر بصفر. لا هنا بس الحاله دي الاثنين اللي بتبقى دي بصفر. طيب اكس برايم اور واي برايم امتى تكون اصلا؟ لو انا بعمل اكس اور واي، الترم الاولاني ده ما يكونش صفر غير مالكش دعوه بالاندكس، سيب الاندكس ده دلوقتي، سيب الاندكس ده دلوقتي. بص هنا الترم ده اكس واي بعمل لهم اورينج، بعمل ماكس تيرم اورينج، الماكس تيرم معناه اورينج ما بينهم. هنا عندنا الاكس اور واي دي هتكون صفر في حاله واحده اللي هو تكون اكس صفر والواي بصفر. طب ما الاكس صفر والواي بصفر فعلا. هذا زي ما هي. زي ما هي. طيب لو انا عندي الترم اللي بعده اكس اور واي برضو الترم الثاني امتى يكون الترم الثاني اللي هو قبلها امتى يكون واحد؟ امتى يكون زيرو؟ لما لازم الواي تكون ايه؟ زيرو. يبقى الواي لازم يكون برايم، عشان كده هيبقى اكس اور واي برايم. نيجي للترم ده اخر واحد، ده العكس بتاع ده، الترم بتاع اخر واحد ده امتى يكون زيرو؟ زيرو يبقى اكس برايم واي برايم. معنى ذلك في المين تيرم اللي هو الاند تيرم، في المين تيرم اللي هو الاند تيرم اللي هو بنعمل اند للفاريبلز، بيكون الزيرو يدل على البرايم والواحد يدل على النوت برايم، يعني المين تيرم مش كومبلمنتد، يعني مش كومبلمنتد. العكس في الماكس تيرم، في الماكس تيرم الزيرو يدل على النوت برايم، نوت برايم، والواحد يدل على ان هو برايم. طيب هما ليه سموه مين تيرم ماكس تيرمز؟ في اكتر من هنا مين تيرم ليه؟ لانك انت هنا عندك في لما اقول مين تيرم هنا اللي هو اكس واي، الترم ده خلوها دي دلوقتي عشان خاطر لسه هناخد الفانكشن بعدين، بس ناخد ممكن ناخد احد الاسباب ليها. جبت المين بتاع الزيرو والزيرو كام؟ زيرو زيرو، والمين بتاع الزيرو واحد زيرو، واحد وزيرو زيرو، واحد واحد بين مريضة عشان كده الان يسموها المين تير. العكس بتاعها الماكس بتاع زيرو زيرو، الماكس بتاع زيرو 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 زيرو، والماكس بتاع واحد زيرو واحد واحد يساوي واحد، والماكس بتاع واحد زيرو واحد، والماكس بتاع واحد واحد واحد، ده جدول ايه؟ اور اور. دي سبب تاني بيسموا الترم ده اور، الاور ترم بيسموه ماكس ترم، الاور ترم بيسموه ماكس ترم. عشان نميز المين ترم والماكس ترم هنبدأ مين ترم ام سمول، الماكس ترم هنسميه ام كابيتال.
طب ايه الصفر 1 2 3 0 1 2 3 باينري ان الباينري قيمه الفاريبلز كديسيمال اللي بمثلها باينري يعني 0 0 دي ديسيمال بتاعها كام 0 0 1 ديسيمال 1 مركز 1 0 ديسيمال بتاع 2 1 1 3 عشان كده سموه التيرم 0 تيرم 1 تيرم 2 تيرم 3 والناقص تيرم 0 ناقص تيرم 1 ناقص تيرم 2 ناقص تيرم 3 تمام. في حاجة تانية نبص عليها برضو احد الميد تيرمز لازمين في ايه بقى؟ الميد تيرمز دول بعبر بيهم الميد تيرم بعبر بيهم عن الفانكشن ازاي؟ الفانكشن اصلا لما يجي لي تروث تيبل بيبقى في وحايد في صفار في الفانكشن في الاف لو عندي الفاريبلز دي كده وانا عندي مثلا اكس واي زي الفانكشن دي وعندي دي الفانكشن بقى 0 0 0 1 1 0 1 1 دي 0 1 1 0 ماشي دي الفانكشن. لاحظ هنا عندنا الوحايد المين تيرمز احنا قلنا الترم اللي هو ماله المين تيرم هو الان تيرم الفاريبلز بتاعت اللوجيك فانكشن اللي بيدي واحد فبالتالي الاف هنا تبقى واحد فين؟ عندي ده وعندي ده فممكن اعبر عن الاف بايه؟ اكس برايم واي اكس واي برايم اكس برايم واي اكس برايم ده بعبر عنه هنا في صورة صم of mean terms sum of mean terms s o m sum of mean terms عبارة عن function في صورة sum of mean terms فبالتالي باخد mean terms ممكن عبر عن function في صورة sum of mean terms ممكن عبر عن function في صورة طيب لو احنا بصينا دي mean terms طب ال next terms هات لي الكومنت عليه الكومنت على الاف اف برايم هيساوي ايه؟ هيساوي اكس واي برايم لحظة هنخلي لحظة واحدة اكس واي برايم الكل برايم فوقها دي ايه؟ مجموعة دي تبقى اكس برايم واي الكل برايم ان اكس واي برايم فك دي بتساوي اكس واي برايم اكس واي برايم ان اكس برايم واي طيب ده ايه ده برودكت ده بيسموه ماكس تير ده ماكس تير عندنا موجود اهو اكس اور واي برايم او اكس برايم اور واي ده ماكس تير ده ماكس تير كده راح الماكس تير تمام. طيب لو احنا جينا ده الماكس تير الموجود الاف اذا الاف برايم ممكن الاف برايم دي هي عباره عن مين الاف برايم بتساوي الماكس تيرم بتاع كام؟ ده الماكس تيرم كام ده؟ عادي هنعوض بايه؟ خلي بالك الماكس تيرم بالخط الواحد بيعتبر زيرو، الماك برايم يعتبر بايه؟ زيرو زيرو والبرايم يعتبر بايه؟ واحد وهنا؟ زيرو واحد وهنا؟ زيرو يبقى ده ام كام كماكس تيرم؟ ماكس واحد ماكس واحد واحد ماكس اثنين ماكس اثنين اثنين بينما هنا لو انت جيت تعبر عن دي من واحد ماكس واحد من واحد ومن اثنين ده بالظبط رقمه كام؟ 0 1 دي رقمها كام؟ ثلاث سمات واحد واحد صوت يا جماعه بس واحد دي هنا 0 1 دي ديسيمال كام؟ واحد قلت ماكس واحد الواحد 0 ديسيمال هقولها بكام؟ 2 2 يبقى شيل ماكس 2 ماكس تيرم واحد ماكس تيرم اثنين طيب لو احنا رحنا للميم لل لا تبقى اثنين واحد لل اف
الاف دي خلي بالك هنا عندنا دي ده زيرو وده واحد وده واحد وزيرو يبقى ايه؟ يبقى ام واحد او ام اتنين يبقى اذا انت الفانكشن بتعبر عنها في صوره صم في مين تيرمز والاف برايم بتاعتها بتطلع تجيب لك الاف برايم بتاعتها تجيب لك هو نفس الفانكشن بس كايه؟ ماكس تيرمز لو احنا رحنا بقى للاف برايم نعوض عنها الاف برايم نفسها هاتها لي كمين تيرمز هات الاف برايم كمين تيرمز هات الاف برايم كمين تيرمز من الاف برايم فين؟ هما دول صح؟ دول الاف برايم دول كمين تيرمز كام؟ اكس برايم واي برايم اور اكس واي اكس واي طيب هاتها لي اف برايم لكل برايم هتاخد اكس الاكس برايم واي برايم او اكس واي كل برايم دي هتساوي ايه؟ دي مرة فوق دي مرة اكس واي واي برايم كل برايم ان اكس واي كل برايم دي هتساوي ايه؟ اكس واي اكس واي Y and X برايم over Y برايم طب هي F برايم لكل برايم هي عبارة عن F هي نفسها فهم طب F هنا لو انا جبت الماكس تيرمز بتاعتها تبقى ايه؟ دي ماكس تيرمز الصيغة دي يسموها روبر ماكس تيرمز product of max terms الصيغه دي الصيغه دي كنت عندك صيغتين في الكانونيكال فور في الكانونيكال فور احنا بنتكلم هنا كنا بنتكلم على الكانونيكال فور max term و min term عندك sum of min terms product of max terms product of max terms اللي يسموها ال BOM BOM نرجع حلو الاف برايم اهي كمين تيرمز كمين تيرمز الاف برايم اهي ودي اللي هم الاصفار بتاع الاف الاف الوحيد بتاع الاف تبقى الاصفار بتاع الاف هي الاف برايم الكومه بتاع الاف طيب عباره عن اف في صوره مين تيرمز طلع ام واحد ام اتنين الترم الاولاني والترم التاني طيب الاف برايم مين تيرمز هي الترم من كام لكام؟ الترم الاولاني الترم الزيرو والترم ده طيب لما طلعت ماكس تيرمز جبنا لها البرايم بتاعها الماكس تيرمز ساعتها تبقى ايه؟ ماكس معبر عن زيرو ام ده هيعبر عن كام؟ زيرو وزيرو واحد واحد وزيرو واحد 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 طلعت ايه دي؟ زيرو زيرو وثلاثة زيرو وثلاثة زيرو وثلاثة M 0 M 3 M 3 يبقى إذن الـ F عبرنا عنها مرة في صورة sum of min terms وثاني sum of max terms بنلاحظ هنا حاجة إن الـ min terms هي الوحايد الفانكشن عندها وحايد أهم طلعوا الترم الأولاني والترم الثاني الترم الأولاني والترم الثاني الفانكشن نفسها الماكس تيرمز هي التيرمز اللي عندها الفانكشن بتساوي زيرو طلعت الترم الزيرو الترم 3 طيب الماكس تيرم هو الكومب بتاع مين؟ الكومب بتاع مين؟ بتاع مين تيرم الماكس تيرم هو الكومب بتاع المين تيرم في مشكله في اللي اتقال ده؟ في حد عنده مشكله؟ في حاجه بتلخبط؟ كده احنا حبنا عليها الكلام ده في حد عنده مشكله في حاجه بتلخبط؟ مالك وسخطت ايه؟ انا عايز تعرف اهم حاجه تعرف اهم حاجه انا عندي هنا في البوست تيبل
الفاريبلز اهي 2 بيكون 4 3 بيكون 8 4 بيكون 16 طيب الفاريبلز ده بيسموه التيرم هو عباره عن مجموعه من الفاريبلز كومبلمنتد وان كومبلمنتد كومبلمنتد او ان كومبلمنتد كومبلمنتد يعني البرايم وغير برايم لما اخد الترمات دي مع بعض اعمل لها اندنج ده بنسميه مين تيرم ناخد الترمات الفاريبلز مع بعض اعمل لها اندنج بتاعت الفانكشن دي في الحاله بيسموها مين تيرم لما اخدها اعمل لها اورينج ماكس تيرم بنسميه ماكس تيرم طيب لما انا اعمل لها اندنج المين تيرم ده لما اعمل اندنج هو الاند دي ايش يعني الزيرو الواحد زيرو زيرو يبقى هي تبقى واحد امتى؟ لما يكون الاثنين وحايد لما الاثنين يكونوا وحايد عشان كده ترم زي ده لما نعمل اندنج ده ده سميناه اكس واي ليه سميناه اكس واي سميناه اكس برايم واي برايم لانه هيطلع لازم يكون وحايد لازم يكون اكس واحد واي واحد زي الحاله دي اكس واحد فعلا واي واحد طب الترم ده امتى يبدي؟ واحد ما يبقى الاثنين بواحد لما الاثنين اروح اسيب زيرو عارف الوسائل في الان لما ادور على الحاجه الان امتى يبقى سايب يبقى زيرو لما تبقى اكس واحد والواي بواحد بس هنا الواي بكام؟ زيرو يبقى عكسها الواي ايه؟ برايم واي برايم واي كومن بالظبط العكس بقى النكست تير النكست تير هو الاوري بتاع الترمات بدور فيه على هو التير اللي انا بعمل فيه بعمل اوري للفاريبلز النكست تير هو التير اللي بعمل اوري للفاريبلز بدور على الفاريبلز التيرم ده امتى يكون مساوي زيرو؟ ده امتى يكون مساوي زيرو؟ لما اكس زيرو واي بزيرو لما اكس زيرو واي بزيرو خلاص بيتم تبقى اس واكس واي طيب هنا امتى يبقى ده بزيرو؟ لما تبقى اكس برايم بزيرو واي برايم بزيرو يعني اكس بواحد واي بواحد اكس بواحد واي بواحد اللي هي دي عشان كده هو خد الواحد واحد خد اكس برايم واي برايم طيب في علاقه ما بينهم؟ الفانكشن نفسها الترو ستيبل الفانكشن نفسها الترو ستيبل بتاعها الاب بتاعها ممكن اعبر عن الفانكشن بصورتين صوره سم اوف مين تيرمز اخد المين تيرمز اللي هي الاند تيرم الاند تيرمز بتاعت الفاريبلز واعملها اورنج مع بعض فاعمل سم اوف مين تيرم احنا عارفين مين تيرم والان سم اللي هو معناها اور ليه؟ ليه السم اور؟ هو الاور بتاخد علامه ايه؟ بلس بلس طب ال دوت ده الاور والان دوت دوت عشان كده دي بيسموها سم ودي بيسموها ايه؟ برودكت سم برودكت لان الجبر العادي تمام؟ فانا عندي هنا الفانكشن نفسها ممكن اعبر عنها سم مين تيرمز اخد المين تيرمز او الان تيرمز بتاعت الفاريبلز اعملها اورينج مع بعض اعملها سم بالشكل ده وفي الحاله دي انا بضرب بدور باخد المين تيرمز اللي هو احنا عارفين المين تيرم هو التيرم اللي بيدي واحد فانا هدور على الترمات اللي بتدي واحد يا وحيد او ممكن اعبر عن الفانكشن بطريقه ثانيه اخد الترمات اللي فيها اصفار وفي الحاله بدور عليها اورينج sum product of sum يعني and and of max terms product of max terms product of max terms اللي هو بي او ام باخد الترمات اللي قدامها زيرو واعمل لها اوري بس هنا عشان ما تلخبطش في حاجه لما انت تعمل sum of mean terms المين تيرم بتعتبر الزيرو برايم الواحد مش برايم العكس في الماكس تيرم تعتبر ان الزيرو هو اللي مش برايم الواحد هو البرايم يبقى دول كده يدوني المين تيرمز دي المين تيرمز بتاعتنا ودول الماكس تيرمز الماكس تيرمز طيب المين تيرم هو هو البرايم الحته دي ولا هو طب انا عندي كام ماكس تيرم كام مين تيرم في الفانكشن؟ 2 باور ان انا عندي الترمات كلها على بعض 2 باور ان في بعضهم مين تيرمز في 2 باور ان ماكس تيرمز ومين تيرمز تمام؟ عندنا هنا الماكس تيرم هو الكومن بتاع مين؟ ماكس تيرم لو انت ده مين تيرم خدت الكومن بتاع قد ايه؟ ماكس تيرم ماكس تيرم دي مورجان او ده هيديك ده او ده خد الكومن بتاعه هيديك ده يبقى الكومن بتاعه هو
بتاع الماكس تيرم. طيب ادي هنا عندي فانكشن ثلاثه فاريبلز اكس واي زيرو. الترمات الزيرو الترمات دي بنسميها زيرو، لان الزيرو ده خدوا احسبوا ديسمال مكان ده زيرو، ديسمال ده واحد، ده اثنين، ده ثلاثه، حد كده الترمات خلت ارقام زيرو واحد اثنين ثلاثه لحد سبعه. تمام. عندنا هنا ودي هنا 4 3 variables. الحاجه الوحيده اللي هتلخبطكم هي حته انك انت بتيجي تعمل ماكس كير، انك انت تقلب، خلي بالك انه الزيرو مش برايم، الواحد هو البرايم. طيب الزيرو مش برايم في الماكس كير، الماكس كير الماكس ماكس هو الواحد البرايم. لان هي بتعبر الواحد هو البرايم. لان هي بتعبر عن او الستاندر الكانونيكال فور. الكانونيكال فور بيقول ان انت اقول ان الفانكشن دي بتعبر عن الكانونيكال فور لازم يكون كمين تيرمز او ماكس تيرمز، يعني الفانكشن دي هتكون مين تيرمز او ماكس تيرمز، سم مين تيرمز او برودكت ماكس تيرمز، لازم يكون كل تيرم فيه الفاريبلز كلها مذكوره. عشان اقول الفانكشن دي في الكانونيكال فور في الصوره زي ما بيقولوا الرسميه او الاصليه بتاعتها الكرونيكال فول، لازم تكون الترمات الموجوده في الصمت مين تيرم، لازم تكون المين تيرم كامل. مين تيرم انا هنعرف حاجه اسمها بعد كده برودكت تيرم، وايه الفرق بينه وبين المين تيرم عشان ما نتلخبطش. المين تيرم لازم يكون كل الفاريبلز مذكوره فيه، يعني الفانكشن فيها اثنين فاريبل يبقى كل ترم مذكور فيه اثنين فاريبل. الماكس تيرم كذلك الفانكشن فيها اثنين فاريبل يبقى كل ترم مذكور فيه الاثنين فاريبل، والفاريبلز مذكوره فيه الترتيب بتاعها، الترتيب بتاعها في تو ستيبل مش بالعكس. بالعكس دي الترم ده مختلف خالص، دلوقتي الترتيب هو اكس واي زد خليته زد واي اكس، هيختلف خالص يبقى رقم الترم هيختلف. عرفت كده؟ رقم الترم هيختلف. تمام؟ في الحاله دي يبقى لازم نبص هنا عندنا ماكس تيرم، هل ده ماكس تيرم صح ولا غلط؟ اللي فانكشن فيها داتا فاريبلز ايه وبي ام سي؟ داتا فاريبلز مذكورين صح؟ هنا داتا فاريبلز مذكورين صح؟ طب ده؟ غلط. ليه؟ عشان معروف مش اوردر، مش في ستاندرد اوردر. الماكس تيرم ده اي نعم في داتا فاريبلز ظاهرين بس مش في ستاندرد اوردر. مش مرتب الستور بتاع ستاندرد ستور. لازم يكون مرتبين حسب ترتيبهم في تو ستيبل الفاريبلز. طيب ده ما فيهوش كل الفاريبلز. كذلك المين تيرم نفس القصه، المين تيرم اللي عندي دي لازم تكون مذكور فيها كل الفاريبلز، والفاريبلز تكون مترتبه ما تكونش زي الحاله دي مقلوبه، ولازم تكون كلها مذكوره يعني. طيب ده السم اوف مين تيرمز بتيفالويت تو 1. السم اوف مين تيرمز اس او ال هو ان انا بجيب الترمات اللي بوحي المين تيرمز اللي او قصدي الترمات اللي هي بوحي ده الصم مين تيرمز. ممكن اكتبها تاني شكلها تاني ازاي اكتبه؟ ممكن اكتبها كده، اكتب الترمات كده او ممكن اكتبها كده بتساوي سميشن، ما هو صم مين تيرمز واكتب ارقام الترمات واحد واثنين. لو ممكن اكتبها كده اكتب ام سمول، ام سمول واحد، السمول اثنين، الترم الاولاني والترم الثاني، او اكتبها كده سميشن وافتح اقواس واكتب واحد كوما اثنين اللي هو الشكل اللي انتم شايفينه ده. هنا عندنا مين ترم وفين؟ فين هنا مين؟ كل دي مين ترمز، كل دي مين ترمز بعملها، ممكن اعمل تو باور ان مين ترمز، كلها مين ترمز. طيب باخد مين؟ باخد مين ترمات اللي قدامها وحالي اللي هي بواحد. الفانكشن بس الفانكشن بالالجبرا تمام؟ فبقول الفانكشن دي واحد عن مين ترم رقم واحد اهو حاطه كله الاحمر عن 6 عن 7 ام 1 ام 6 ام 1 اور ام 6 اور ام 7. طبعا هو صمت مين تيرمز يعني بعمل اورنج للمين تيرمز، واو اعمل هنا سميشن واقول 1 كوما 6 كوما 7. ممكن اكتب الجبرا بقى، اكتبهم الجبرا اللي هو الترم الاولاني هيبقى ايه؟ اكس برايم واي برايم زد اكس واي زد برايم اكس برايم اكس واي زد اهو ثلاث دول تيرمز. عندنا التلمين تيرمز تعدي ازاي؟ هو مديك هنا اكسبريشن بيقول لك هات الالجبرا بتاعتها. أربعة أنا عندي الإف هي أربعة بالغ صح؟
بس في الفاريبلز بتكريم كل تيرم ده عايز سمت انت عايز كانونيكال فورم سمت من تيرم اس او ام. فهنعمل اول حاجه ان الترم 2 والمين تيرم 3 فوق دي المين تيرم 6 على 10 المين تيرم 10 والمين تيرم 11. طيب المين تيرم 2 2 هي رقم كام؟ ليه؟ 0 0 1 0 0 0 وانا اتكلم مين تيرم بعمل امن للترمات فانا بعتبر الزيرو ايه؟ لايك برايم برافو عليك اكس هو برايم لا اكس عليك ايه برايم بي برايم سي بي برايم بي برايم سي بي برايم بي برايم اوه امتى ثلاثة ايه؟ زيرو زيرو واحد واحد زيرو زيرو ايه برايم بي برايم بي برايم سي سي الستة تبقى مقدار الفانكشن بيساوي زي يعني عايز برودكت ماكس تيرم ده اسمه صم اوف ميد تيرمز ده هنا صم اس او ام انت عايز مين؟ عايز برودكت ماكس تيرم يعني انت عايز الترمات اللي معمول لها اوري الترم بيعمل اوري من الفاليبل بيعمل اوري من الفاليبل برودكت ماكس تيرم ماكس تيرم اللي هو الاوري بتاع فاليبلز واعمل للدول اجيب الترم اللي اعمل لهم انداز هم الكومبرنت بتاع مين؟ الناس تيرم والكومنت هو ايه لازم اطلع البرودكتس مين؟ بتاع صم اوف مين تيرمز هو الكومنت بتاع الكومنت هتبقى الترمات اللي غير دي ولا نفس الترمات دي؟ تبقى الباقي ما هي نفس الترمات يا دكتور اللي طالبها يعني هيبقى عندي 0 و1 و4 و5 و12 و13 و14 و15 طيب انت عايز تجيب ناكس تيرم صح؟ لو احنا بصينا على الترمات بتاعت مش المفروض اخدها واقلب البرايم يعني هي نفس الترمات نفس الارقام ولا الترمات الثانيه؟ الثانيه؟ الباقي مكملة اللي هي بصفار اللي هي بصفار خلي بالك الفانكشن دي ان انت بتعمل كده بترو ستيبل الفانكشن دي واحد فين؟ واحد عند الترم الثاني والثالث والسادس والعاشر وال11 عند الترم ترو ستيبل في 16 انتري 16 كومبينيشن وعند 2 وعند 3 وعند 6 وعند 10 وعند 11 فقط تبقى حاجه اصفار فين؟ عند البيت ترمات طيب عشان ما تتلخبطوش نخلص دي الاول اهي طيب دي دي اربعه برضو على اول طيب برودكت ماكس تيرم عشان ما تتلخبطوش عشان مهم جدا الحته دي النهارده برودكت ماكس تيرم كانونيكال فورم كانونيكال فورم من الصيغه الثانيه اللي هي برودكت ماكس تيرم عندنا اكس واي زد بدور على الترمات اللي بتساوي كام؟ صفر برودكت ماكس تيرم باخد الماكس تيرمز والماكس تيرم هو اور تيرم للفاريبلز بس قيمته بتساوي صفر قيمته بتساوي صفر باخد الاور تيرم بتاعت الفاريبلز اللي عندها الترمات الماكس تيرمز بتساوي صفر عبر عنها في برودكت ماكس تير فده برودكت ماكس تير كان لك الصفر فين؟ عند كام؟ عند 2 عند 2 عند 4 وعند 6 اهو يبقى ام 2 ان ام 4 هو برودكت اوف ماكس تير برودكت يعني هو ان عند ام 6 تمام؟ بعمل هنا ايه؟ علامه البرودكت مش علامه السمشن علامه البرودكت 2 4 و 6 ده بكتبهم خلي بالك الاثنين عندي كام؟ الاثنين دي تبقى كام دي؟ يبقى دي اكس واي برايم زد بعد كده واي برايم
واي برايم اكس برايم واي برايم اكس برايم اكس برايم واي زد دي اكس برايم واي برايم زد. نبص على المثال ده. ده البرودكت اسمها ستير. هنا عندنا اف هتساوي ايه؟ هتساوي كام ده؟ اللي هو كام؟ 1 و3 و6 و12. دول بيساوي الماكس ستير 1 ان الماكس ستير 3 الماكس ستير 6 الماكس ستير 11. الماكس ستير 1 اللي هو ايه؟ نعمل له اند مع مين؟ واحد معمول مع 11 هنتولع على 11 اللي هو كام؟ اي بي سي واي دي واي دي ماما معمول هنا ايه؟ اي برايم اور دي سي برايم دي برايم اور دي برايم. ده هو الماكس تير. دي كده دي بنسميها برودكت اوف ماكس تير دي او ام. دي كانونيكال فورم ودي كانونيكال فورم. دي كانونيكال فورم لما اقول لك كانونيكال فورم بتدور على برودكت ماس تيرم او سم اوف مين تيرمز. دي مساله ثانيه. طيب انت اختار المين تيرمز ولا يعني هل عبر عنها مره؟ هل عبر عنها دي او ام ولا اس او ام؟ هل عبر عنها سم اوف مين تيرمز ولا عبر عنها برودكت ماكس تيرمز؟ على حسب التيبل. هي 16 مثلا 16 انتري او في التروس تيبل لانها فيها 4 فاليبلز بتنقص 4 بتديك 16. وانا عندي عدد الوحايد قليل في التروس تيبل، عدد الوحايد قليل من عدد الاصفار في الفانكشن في التروس تيبل على اللي هي الاوت مش في الفاليبلز الاوت. خلاص يبقى عبر عنها سم اوف مين تيرمز. طب عدد الاصفار عدد الاصفار هو قليل عبر عنها برودكت ماكس تيرمز. بختار ايه؟ بختار اللي هو الاكسبريشن اللي هو يكون سهل عندي في الجبر. بحيث كمان اعمل له سمبليفيكيشن لسه هعمل له سمبليفيكيشن. يعني بمعنى اصح الجبر اكسبريشن اللي هو فيه عدد ترمات قليل. عدد ترمات قليل. يبقى لما تكون الاصفار كتيره الوحايد قليله بختار سم اوف مين تيرمز. يعني بمعنى زي كده مثلا هنا عندي الوحيد اكتر ولا الاصفار اكتر؟ الوحيد اكتر. خلاص عبر عنها بكام؟ انا عندي 5 وحايد وثلاث اصفار. عبر عنها بالثلاث اصفار دول لان هم ده ماكس تيرم وده ماكس تيرم وده ماكس تيرم. يبقى عبر عنها بايه؟ برودكت اوف سم. برودكت ماكس تيرم. برودكت ماكس تيرم. عشان ما تفكرش مع برودكت سم دي حاجه برودكت سم دي. برودكت ماكس تيرم. اللي قبلها كان الوحايد لو الوحايد ايه الاقل عبر عنها سم مين تيرمز. يعني بالاقل. انت ممكن تحرم من الخطاب دي وتختار دي، بس هو لما في الامتحان هيتقال لك اكتب السم اوف مين تيرمز ولا اس او ام ولا برودكت ماكس تيرمز بي او ام. ايه؟ هو الهدف برضه حسب الهاردوير. ليه؟ لان الهاردوير انا عايز اعبر عن الجبر اكسبريشن بحيث ان انا في الاخر اعمل سمبليفيكيشن. فانا عايز ما تكون فيه قليل اصلا عشان ما بقاش كبير وعلى الجروب فيه. تمام؟ طيب دي فانكشن في السم اوف مين تيرمز. دي فانكشن هل هي في السم اوف مين تيرمز يا جماعه؟ ليه؟ مشكلة الفاريبلز معناها؟
انا عندي كام فاريبل؟ ثلاثة. فانا هنا عندي مش كل فاريبلز مذكوره تمام، ما دام الصف في الدرس ما ينفعش انا كل الفاريبل كل ترم تكون في كل فاريبل مذكوره. ما هنا عندي ده ما يعتبرش صف في الدرس لو جيت قلت كده اف بتساوي واي برايم او اكس برايم زد برايم ده ليس صم في مين تيرمز، ده مش صم في مين تيرمز تمام، ده مش صم في مين تيرمز. لازم اخليه ايه؟ لازم اخليه على الرقم عندها هقول ده اس او ام اقول لك لا ده ليس اس او ام غلط. يعني الترم ده ناقص فيه اثنين فاريبل اللي هم الاكس والزد، الترم ناقص فيه فاريبل واحد اللي هو مين؟ الله اي نعم هو اقل ترم هنا طبعا اقل ترم عنده واحد بس بس ايه في فاريبلز ناقصه في كل ترم. فانا ازاي هضيف عليه الماكس اكس فاريبلز اضيف اكس واي واكس واي واكس واي واكس واي 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 بعد اول حد واضيف واي 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 بعد ثاني حد اضيفها ازاي؟ ايوه ما لازم اخلي عشان اخليه كانونيكال فورم اس او ام لازم كل ترم يبقى فيه ثلاثه فاريبلز صحيح لا وفي الاستوب اول اكس وزد اكس وزد لا اكس وزد ازاي لازم اجيب اللي بحس حافظ على نفس الاكسبريشن ما العبش فيه احط اكس وزد التنين معكسه او اكس برايم واي برايم اكس طيب انا عندي هنا او اكس برايم واي برايم ده لو جيت ضفت له عملت له اند مع اكس او اكس برايم احسن حاجه؟ لا ليه مش احسن حاجه؟ عشان اكس او اكس برايم احنا القانون ده بتاع الكومبرنت كابور دي كام؟ واحد واحد عند اي حاجه واحد نفس الحاجه نفس الحاجه الواحد ما بيعملش حاجه تاني يعني انا هضيف هتحايل عليها ليه بقول لك ايه؟ ثلاثة ونضيف عليها نضيف عليها اقول هي ثلاثة في واحد ناقص واحد واحد لا واحد ناقص واحد ناقص صفر واحد واحد زائد صفر ايه هي؟ اتش. فانا هنا هضيف اكس او اكس برايم اكس او اكس برايم واضيفها على مين؟ على الواي. اعمل اد مع الواي. طب وده؟ ناقص مين ده؟ واي او واي برايم واي برايم. لسه ناقص هنا يا دكتور ازاي؟ ازاي الاولاني ماشي خطوه خطوه عشان ما تتخبطش بس اعمل اللي هو ايه بقى؟ دي اكس واي برايم او اكس برايم واي برايم سوش واي برايم تهت ولا ايه؟ طب لا امس ودي في ناس تهت؟ اكيد لا ما حدش بصراحه بصراحه حلوه لسه تهت ليه؟ لسه مش جواب قوانين لازم تبقى عارف قوانين دي يعني الشعب بيها بالالجبر الشعب بيها في السيمبليفيكيشن هي في امتحان سيمبليفاي بالقانون بالقوانين مش بال 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 بالماء الماء سهله جدا ميه احنا عايزين شويه ميه تمام هنا عندنا اكس خلي بالك احنا دي ضفنا عليها اكس دي كانت كده دي كان ناقصها دي ناقصها اكس والزد دي ناقصها الاكس والزد. فضفنا عليها اول حاجه الاكس. قلنا بدل ما هي واي تبقى واي اند واحد. مفيش هعملها خطوه خطوه. معلش ورا انا عندي اكس بتساوي واي برايم او اكس برايم زد برايم. انا جيت قلت دي بتساوي واي برايم اند واحد. في حاجه؟ لا. طيب معلش يا دكتور. زد برايم اند واحد. في حاجه؟ هو احنا ليه ما نضيفهمش على طول يعني؟ تمام؟ انا ماشي بترتيب واحده واحده واي برايم لو واحد واحد صح؟ اكس اوفر اكس برايم دي واحد وهنا واي واي برايم واي برايم هو حضرتك مش هخلص واحده واحده تاني كده يعني اخلص اول فرق امشي بالترتيب بعد كده ده اكس واي برايم اور اكس برايم واي برايم هنا اور
اكس براين زد براين بس اكس واي زد براين اكس براين برضه اكس واي برضه واي براين زد براين واي براين اكس براين واي اكس براين اكس براين اوعى شفت الكسره ماذا حسنا بفهم؟ لا يا دكتور. هو عدنس طيب في حد متشابه؟ قولكم طلع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة في حد متشابه؟ أربعة لمنين؟ واي زد في حد متشابه عليه هنا؟ إكس واي براين زد لا مفيش تاني تاني زي ما إكس واي براين زد براين ثالثة لا هو لا زي ما هو برضه كما هو إكس واي براين زد ده متشابه ده متشابه مع واحد بس خلاص ما انا عارف ان الاكس هو اكس جريك انا اللي الاكس خلاص هاخد واحده فيهم بس يعني الاثنين دول كده هاخد واحده فيهم بس ده مع ده هاخد واحده بس فيه يبقى اكس واي بعد كده مش معاك بوس زد اكس براين واي براين زد براين كده احنا حولناها لايه ليه اس او ام اس او ام سم انا عرفتها بقى كده ان دي بتساوي ايه الترم الاولاني ده ام كام ده 2 اه ده رقم 2 ام 2 دي ام 2 عشان الواي استنى واحد زيرو وده اي ثلاثة المين المين الترم بتعبر برايم عن زيرو هو كده زاد عليه زاد المفروض الواحد واحد صح لا بزيرو هي صح بعد كده دي واحد زيرو زيرو بعد كده يا ورحمة الكاميرا إما خمسة ولا واحد إما خمسة مش إما خمسة إما أربعة إما كام أربعة إما واحد ام زيرو ام اتنين ام اتنين يعني ممكن اعتبر ايه؟ شان زيرو واحد خمسة اربعة خمسة زيرو واحد اتنين واحد 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 اتنين اربعة خمسة بس كده تمام؟ في خطوة تانية اسهل؟ ده الطلب بقى ممكن تروح التروستيب ازاي ده اذا الطلب مش الطالب
طالما سالم مش هتتكلم حاجه نزلها زي ما الحاجات السهله ما ترحمنا فلوس كده سكت الممتحن قال لك انت حر تعمل اللي انت عايزه ازاي هو عنده دي كم فاريبل ثلاثه فاريبل ثلاثه فاريبل صح ممكن نعمل اكس واي زد واد اف واد 0 0 0 0 4 4 دي برايم زيرو طب كل ما الواي برايم يعطونا الواي زيرو عارفه من هنا الواي برايم معاها زيرو فطول ما الواي زيرو فاكتور بتساوي واحد الواي زيرو في الواي زيرو فين؟ اول اثنين اول اثنين اللي جاب لي الاخرانيين اثنين بس دي الواي هنا بزيرو فعلا التاني اكس برايم زد برايم والاكس وزد بزيرو الاكس وزد بزيرو هنا موجوده في الحته اللي اكس زد اللي تحتيها اللي هي واحد زيرو ايوه دي الباقي خلاص الباقي تعتبر ايه؟ اصفار ايه ده؟ الباقي تعتبر اصفار معلش ده ما خلاص ما ايوه هو دي بس هو دي هو ذكر بس فوق الباقي تعتبر اصفار طب ده ام كام؟ اثنين بتكون ال بندور على الوحايد على الانتي تحت الوحايد في اف ماشي فاحنا عندنا هنا هو قال لي ده الجبر اكسبريشن بتاع الفانكشن هو مش الجبر اكسبريشن غير لما يكون لو عنده وحايد يعني الترمات بتاعته بوحايد ماشي فهنا معناها ان الواي برايم لما يكون واي برايم ب 0 الفانكشن تاخد واحد فانا هبص على الواي برايم الواي برايم يعني معناها 0 ابص على الاماكن اللي هي واي برايم زيرو واي زيرو هلاقي هم الاماكن دول ده وده دول مكانين فعلا اللي عندهم واي زيرو ما هي الواي زيرو فقلبناها واي برايم بقت وحيد صح؟ لا خلي بالك هنا عندنا الواي برايم ده ترمع دي هي دي على فكره دي بالظبط بس عملها سمبليفيكيشن دي بس عملها سمبليفيكيشن فهو قال ان الفانكشن دي بتساوي واحد وعايز اقول لك ان كل ده واحد هنا وواحد هنا فانكشن بتساوي واحد عند الواي برايم عند الزيرو عند الواي برايم بتكون زيرو فالواي بزيرو هنا يبقى الفانكشن بتساوي واحد هنا على طول الواي بزيرو هنا يبقى الفانكشن بتساوي واحد هنا او بتساوي او بتساوي واحد عند اكس اكس برايم زد برايم عند اكس بزيرو والزد بزيرو اكس بزيرو وزد بزيرو غير كده اكس بزيرو وزد بواحد لا هنساوي صفر بس هو هنا عشان الواي بتساوي واحد تمام وهنا مفيش دي الحاله فدي الترم طلعتها بسرعه عندي كده ها في مشكله؟ على حسب بقى ممكن دي المعرفة بس دكتور هي دي بنحل بيها ولا يعني للمعرفة بس دي يا دكتور دي عشان تبقى صعبة عليك قويين بس يعني تمام سهل ها دي اسهل ولا دي؟ دي اسهل تمام لان كده بتشوف هي صعبة من تاني يعني هي مدور بتقول الترمات دي بواحد عندها بواحد هو عندها بواحد فالواي هنا بواحد عند الواي برايم يعني عند الزيرو عند الواي زيرو تمام طيب بص على الثانيه بعد كده برودكت ماستير عايز احول برودكت ماستير تخيل يا سعد هنعكس الوحيد عند لما الواي تبقى بواحد
هي نفس المساله هي نفس المساله لما الواي تبقى الواي برودكت ماكس تيبل هو نفس المساله خلي بالك هما دي اف صح عند الوايد واحد الوايد واحد هو انا عندي الوايد الوايد واحد اف واحد فين اف واحد فين عند واي برايم عند واي برايم هنا عند الزيرو واحد عند الوحيد عند الوحيد من واحد وعند الزيرو والزيرو هنا عند الاربعة والخمسة وعند الاكس برايم زد برايم اكس برايم ايه يعني اكس بزيرو واي بزيرو وزد بزيرو اكس بزيرو هنا في نفس المسألة اللي فاتت والبيت اللي الفانكشن بتاع ايه صفار صح ما كده كده هي هي اللي ايه الفكرة ما احنا شفنا ايه الزيرو وادي الزيرو وادي الزيرو تمام هو عايز يحولها لماكس تير عايز يحولها لماكس تير ماكس تير هو ايه هنناقش عن واحد بقى لا الماكس تير الزيرو الماكس تير اللي هو يكون تير معمول اورينج صم معمول صم او اورينج ليه الفاريبلز والترمات دي في الاخر معمول لها اندي تمام هنا عندنا الترو ستيبل فين الترو ستيبل دي مين تيرز طيب دول ايه الماكس ماكس هما مين تيرز وعمين دول دول ماكس تيرز الماكس تيرز وعمين نفس الفانكشن نفس الفانكشن لا البرايم بتاعها الماكس تيرز لا الماكس تيرز بتبقى نفس الفانكشن بس هي تبقى الكومبلمنت بتاع الفانكشن طيب واحده 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 لا ستيرم دول مين تيرمز مين تيرمز بتاعت الاف رايت اه ده الاف رايت خلاص بالمتا يبقى واحد صح مين تيرم واحد هما دول مين تيرمز عاملين الاف رايت والاف رايت فاذا في الحاله دي انا عندي الاف برايم هتساوي ايه هتساوي ترم ده اسمه ايه ترم الاف برايم واي 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 اكس واي زد زد برايم اكس واي زد اور اكس برايم زد برايم اكس واي زد طيب الاف دبل برايم برايم نوزع البرايم عليهم كلهم هو اكس برايم خطوه خطوه ماشي خطوه خطوه زائد اكس واي زائد واي زائد اكس كل برايم كل برايم تمام ماشي نقسمهم بقى نقسمهم تمام نقسمهم دخل دي مربع اكس برايم واي زد كله كله برايم ان ان اكس واي زد برايم كله برايم ان ان اكس واي زد اكس واي زد ان بعد كده بقى نطلع على البرايم كله اف برايم وكل برايم عند ايه اف اف نفسها اف برايم يا كومن جبت لها كومن بالتاني نفي نفي اشتاق يا اف يبقى دي اكس اكس واي برايم واي برايم زد برايم برا اور زد برايم زد برايم ان اكس برايم اكس برايم اور واي برايم اور اور برايم كده اكس برايم واي برايم اور واي برايم اور زد برايم هو ده ايه؟ ايوه ده ايه؟ ده حوار ده ماشي برودكت او ام برودكت ماكس تيرمز الترمات دي كام؟ الترمات دي كام؟